سيناء تظل رمزا غاليا لمصرنا العزيزة، فهي أرض البطولات والانتصارات والبوابة الشرقية على قارة آسيا. ستبقى سيناء نموذجا أصيلا لنبض الوطن، ورمال أرض الفيروز تتعانق مع أهم شريان مائي عالمي يربط الشرق بالغرب وهو قناة السويس. في إطار اهتمام القيادة السياسية بتعمير سيناء، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابة، الذي يمثل أهمية اقتصادية كبيرة كمحور لربط البحر الأحمر والأبيض بريا. فكما تمثل قناة السويس أبرز شريان مائي في خطوط إمداد التجارة العالمية، سيمثل خط السكك الحديدية أهم ممر بري. تتمثل الاستراتيجية الرئيسية للدولة المصرية في إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية. التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية يحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط، فضلا عن الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وأيضا خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة التوزيع السكانية وخلق محاور تنمية جديدة بموانئ التصدير. الجدير بالذكر أن مصر من أوائل دول العالم في تشغيل قطارات السكك الحديدية، حيث تم البدء في إنشاء شبكة السكك الحديدية في مصر عام 1851، وتم تشغيل أول خط لهذه الشبكة من القاهرة إلى الإسكندرية بطول 208 كيلومترات عام 1854، ثم توالى التوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية حتى وصلت حاليا إلى حوالي 10,000 كيلومتر، تغطي كافة أنحاء الجمهورية وتربط جميع المدن الرئيسية وعواصم المحافظات. قطاع النقل قطاع محوري جدا وبيعول بشكل كبير على المشروعات اللي بتجري فيه، وبيكون هدفها يعني تطوير مجالات بعينها ارتقاء الى تطوير المنظومه باسرها، وربما مدخلنا الاخباري بنخص بذكر طبعا خط السكه الحديديه بين العريش وطابه واهميته الاقتصاديه وايضا السياحيه. معي في هذا اللقاء المزيد من المتابعة الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة الطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني طبعا كنموذج يعني وكمدخل هنتكلم عن إنشاء خط السكة الحديدية بين العريش وطابة، وما الذي يمثله اقتصاديا وعلى صعيد نعنيه بالاهتمام في هذه الوقفة الحوارية صعيد النقل؟ خلينا في الأول نتكلم على محافظة شمال سيناء اللي كانت بتعاني من سيطرة الإرهاب سنوات طويلة، أصبحت النهاردة خالية تماما من الإرهاب، لدرجة إن الدولة المصرية بتفكر جديا في إمداد خط سكة حديد في محافظة شمال سيناء بشكل عام يصل إلى طابة. ده في حد ذاته يعتبر إنجاز، إن أنا أفكر إن أنا أمد خط سكة حديد علشان يغذي أو يخدم محافظة شمال سيناء. هذا الخط خلينا نجيبه من البدايه كده عشان نسال المشاهدين تبقى ايه معانا في الصوره. بدايه احنا عندنا كوبري اسمه كوبري الفردان على قناه السويس، كل الناس عارفينه، واللي كان بيعدي عليه السكك الحديديه القديمه. هذا الكوبري شمال محافظه الاسماعيليه. الكوبري ده الحقيقه دلوقتي بيعاد تطويره وتاهيله وازدواجه، وهيمتد كمان علشان يعدي قناه السويس الجديده. هو كان واقف طبعا بسبب حفر قناه السويس الجديده. في نهاية كوبري الفردان الحقيقة هيطلع السكة الحديد، هتكمل لغاية مدينة الأنطرة، ومن الأنطرة لغاية محافظة بورسعيد، مسافة حوالي 70 كيلو. وأيضا هناك خط آخر من الأنطرة يتجه شمال الشرق إلى منطقة أو مدينة بير العبد، من بير العبد إلى منطقة أو محافظة أو مدينة العريش حوالي 80 كيلو، من العريش الى رفح. طبعا رفح دي اقصى شمال شرق الجمهوريه. بعد كده من رفح الى العريش الى طابه. دي مراحل تنفيذ هذا الخط. هل محدد له فتره زمنيه؟ محدد للخط ده 5 سنوات الحقيقه علشان يوصل لطابه. طابه طبعا يعتبر اقصى شرق الجمهوريه، وطبعا رفح طابه ده الشريط الحدودي بيننا وبين فلسطين.
وايضا احنا بنتكلم على من العريش لرفح ومن رفح لطابة. طب ايه اهميه الخط دوت ومن الناحيه الاقتصاديه او من الناحيه السياحيه، او لماذا فكرت الدوله المصريه في انشاء هذا الخط؟ اولا هذا الخط احنا بنتكلم على ان محافظه شمال سيناء اصبحت خاليه من الارهاب، فالنهارده احنا عاوزين نخدم اهالينا في سيناء بهذا الخط. والاهم من كده الحقيقه ان الخط عايزين نربطها بمختلف محافظات الجمهوريه طبعا. ده كمان ما احنا بنتكلم البدايه عند مين؟ عند كوبري الفردان اللي بينقلنا الى محافظه الاسماعيليه، تمام، ومنها الى منطقه غرب القناه ومحافظات الجمهوريه والدلتا. اللي عايز اقوله ان الخط ده بشكل اساسي لنقل البضائع، في حركه تجاره من والى مصر والاردن، لان منطقه طابا دي منطقة استراتيجية بتربط بين مصر وفلسطين والأردن والسعودية، أربع دول. فالخط ده هيكون بشكل أساسي لخدمة حركة التجارة بين مصر وبين هذه الدول في الذهاب والعودة. النقل بالسكك الحديدية الحقيقة فيه مميزات عديدة. أولا هو أرخص على اللونج ران، يمكن تكلفة البنية الأساسية هي تكلفة كبيرة، ولكن على المدى الطويل هيكون تكلفة نقل البضائع أقل. الحاجة التانية هيكون أكثر أمانا وأكثر سرعة بدلا من النقل بالسيارات النقل اللي بتسبب مشاكل وبتسبب حوادث وبتسبب تلف للأسفلت بتاع الطرق. ما أكثر حوادث القطارات؟ فيمكن عايزة من خلال حضرتك نسلط الضوء على عنصر الأمان تحديدا، لأن هو ميزة تنافسية يعني كبيرة جدا، يعني زي ما حضرتك بتقول إضافة إلى رخص الثمن النسبي مع وسائل نقل أخرى. هي حوادث القطارات يمكن المواطن فاكر إن هي أكثر الحوادث، لكن القطارات دي فهي اقل بكتير جدا جدا من النقل البري على الطرق. حوادث الطرق اكتر بكتير، لكن حركه السكه الحديد امن بمراحل من، يعني لو حسبنا بالاحصائيات هنلاقي الضحايا والوفيات من السكه الحديد اقل بكتير من نقل البري على الطرق. انا مع حضرتك، لكن لو هنتكلم الحافله كسياره أيوة. ضحاياها اقل كتير من لما نتكلم على قطر. مش بنحسبها كده، ما هو القطر بيحصل له حادثه كل كام سنه ولا كل فتره قد ايه، لكن السيارات دي كل يوم. بشكل عام خلينا نقول ان الحوادث في مصر قلت بشكل كبير في الست سنوات اللي فاتت، وكلنا حاسين بكده، والاحصائيات الدوليه هي اللي اثبتت كده مش كلامنا. فالحوادث بشكل عام، عدد الضحايا، عدد الوفيات، خسائر الحوادث قلت بشكل كبير. ولكن باكد ان النقل بالسكك الحديديه او النقل الجماعي بالسكك الحديد هو اكثر امان من النقل بالسيارات، دي نقطه يعني محسومه يعني. هذا الخط ايضا بخلاف الأهمية الاقتصادية والأهمية التجارية، أيضا الأهمية السياحية للمواطن للمصري أو للسائح الأجنبي. المواطن اللي عاوز يزور مثلا طابة في أقصى الشرق الجمهورية هيكون طبعا الخط ده سهل جدا ليه أنه ينقله طابة، خصوصا لو كان الخط ده حاليا بيتم دراسات جدوى إذا كان هيبقى خط سريع ولا خط نقل سائح حريدية عادي. أيا كان، في كل الأحوال أقدر أن أنا أوصل طابة مثلا في خلال مثلا 3 ساعات أو حاجة بوسيلة نقل آمنة ومريحة. يعني بالتأكيد في علاقة بين النقل وبين التوجه لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتمكين البشر بشكل عام وتوفير فرص عمل وتحقيق الميزة التنافسية للمنتج المصري، خاصة كمان لما ما بالنا لما يكون المنتج المصري ده المنتج البشري، وده طبعا داخل فيه صميم الأولويات اللي بتوليها القيادة المصرية لبناء الإنسان المصري. التعامل في إطار منظومي، مش أن أنا بعزز قطاع واحد بمنقع عن القطاعات الأخرى ذات الصلة. إلى أي مدى ده موضوع في الاعتبار في هذه المرحلة في إطار الاستفادة من دروس كثيرة للماضي القريب؟ هو خلينا أوضح، هو فكرة تعزيز قطاع واحد بمنأى عن باقي القطاعات هي الحقيقة فكرة خاطئة. احنا عارف عليها زمان، واجب علينا نوضحها طبعا، واجب علينا نوضحها للمواطن ونخليه يعرف تعزيز قطاع النقل بينعكس بشكل ايجابي على باقي القطاعات ازاي. ده اللي مطلوب مننا ان احنا نوضح. هو في صله جدا بالمواطن المصري، بيأثر عليه تاثير مباشر. يعني قد يكون المواطن متخيل ان مشروعات النقل لتقليل زمن الانتقال او تقليل تكلفه الانتقال او الوصول الى وسيله حضاريه صديقه للبيئه تنقله وتوديه شغله او كده، هي طبعا دي اهداف. بس هي اعمق من كده. هي دي اهداف طبعا. اهداف ظاهره واهداف واضحه واهداف خلينا نقول قريبه وسطحيه يقدر يفهمها المواطن العادي. نعم. خلال النهارده نوضح له اكتر، هو محاور الطرق اللي احنا بنعملها او حتى خطوط السكك الحديديه هو ده محور تنموي. هو القصه مش قصه ان انا بوصل من مدينه لمدينه، ده محور تنموي بتقام عليه صحيح. مشروعات يعني محاور الطرق اللي بتتعمل دي بيقام عليها مشروعات تنمويه،
زراعيه، صناعيه، سكنيه، وايضا سياحيه. لو لم يكن هناك هذه المحاور لا يمكن ان تقوم مجتمعات عمرانيه، ولا يمكن نعمل زراعه. النهارده بنعمل زراعه في توشكا وفي شرق العوينات وفي الدلتا الجديده، مشروع مستقبل مصر، وفي جميع مناطق الجمهوريه بتقام مشروعات زراعيه ضخمه جدا. لا يمكن تقام هذه المشروعات بدون وجود محاور طرق. وبقصد بمحور الطرق بقى قد يكون المحور شامل الكباري وشامل الانفاق وشامل جميع الاعمال الصناعيه، او قد يكون خط سكه حديد. بنتكلم على وسيله نقل قويه تستطيع نقل المواطن ونقل البضائع. نقل البضائع كمان من اماكن انتاجها، اللي بنتكلم عليها مناطق النهارده اصبحت مناطق نائيه زي توشكا والعوينات، لازم يكون في ربط بين هذه المناطق ومناطق استهلاك. احنا بننتج قمح في توشكا والعوينات، طب احنا هننقل القمح ده ازاي لمناطق التصنيع والاستهلاك؟ يبقى لابد يكون في محاور نقل قويه وصديقه للبيئه وفعاله وسريعه. واقصد بصديقه للبيئه برضو علشان نبسط المساله للسادة المشاهدين، هو التوجه العام على المستوى العالمي دلوقتي، التوجه العام حماية البيئة. احنا خلينا نتخلص من الوقود التقليدي، السولار والبنزين والوقود التقليدي. كل العالم بيحاول يتخلص من هذه الوسائل، احنا بنحاول نتخلص من هذه الوسائل ونتجه الى الوقود النظيف اللي هو زي مثلا الكهرباء، زي الغاز الطبيعي، زي كل انواع الوقود الصديق للبيئة الاقل عادم. كل الدول، كل العالم بيتجه الى هذا الاتجاه. الوقود ده اولا حماية البيئة ده في حد ذاته لا يقدر بثمن، زائد ان هو في حد ايضا النقل بالغاز الطبيعي هو ارخص من استخدام البنزين او السولار. خلينا نقول ان مصر بالفعل خدت خطوة فعلية في الاعتماد على وسائل نقل جماعي صديقة للبيئة. احنا مش بنتكلم على مشروعات كلها مستقبلية، احنا بنتكلم على مشروعات بالفعل شغالة دلوقتي. لازم المواطن يبقى عارف احنا بنتكلم على انه مشروع نقل جماعي صديق للبيئة. اقول للمواطن هناك قطار مكهرب او القطار الكهربائي الخفيف اللي بالفعل بيشتغل من مدينة السلام محطة عدل منصور، وبيوصل العاصمة الادارية، وبيمر على كل مدن شرق القاهرة، المدن الجديدة زي العبور الشروق ومدينة بدر والمستقبل وهليوبلس، وبيوصل لغاية العاصمة الإدارية الجديدة. وهناك خط آخر هيربط مع مدينة العاشر من رمضان. هذا الخط بقاله أكثر من 7-8 شهور شغال، المواطن بيستخدمه، الوزارات اللي اتنقلت العاصمة أغلب الموظفين النهاردة بيعتمدوا على هذا الخط لنقلهم إلى محطة مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية. الاكثر من كده ان وزاره النقل خصصت اتوبيسات مجانيه في هذه المحطه لنقل الموظفين الى الحي الحكومي لمقر الوزاره بتاعته. هذه الاتوبيسات المجانيه ايضا صديقه للبيئه. يعني الخط ده بيشتغل بوقود، او خلينا نقول بالكهرباء، والسيارات اللي بتنقله من المحطه بتاعت القطار الى المكان بتاعه، الوظيفه بتاعته، مكان الوظيفه، ايضا صديق للبيئه، اتوبيسات غاز طبيعي وكهرباء. يعني احنا مصر بالفعل اتبعت هذا النهج، وبالفعل النهارده الكلام ده حقيقه واقعيه ملموسه، عارفها كل الموظفين بتوع وزاره الاسكان، وزاره النقل، وكل الوزارات اللي اتنقلت للعاصمه الاداريه. ان شاء الله باقي الوزارات في طريقها للنقل للعاصمه، فكل الموظفين وكل المواطنين هيعرفوا ان في وسائل فعلا تم تنفيذها، وايضا هناك المونوريل اللي بيوصلنا فعلا للعاصمه، وده ان شاء الله في خلال شهور هيكون شغال وهيكون حقيقه واقعيه. كل الحقيقه لما بنتكلم دكتور محمد عن مشروعات متعلقه بسيناء تحديدا، أيوه، بتكتسب خصوصيه طبعا كبيره طبعا جدا. فلو هنتكلم على المردود الاقتصادي والامني لمثل هذه المشروعات، لان بالزبط طبعا واحده من المواجهات الامنيه طبعا التعمير للحفاظ على سيناء هي التنميه والعمران. بالظبط، يعني القصه مش بتقيمها ازاي المواجهه مع الارهاب ليست بالسلاح فقط طبعا، بل بالتنميه، بالعمران. ما دام في تنميه وفي عمران الارهاب مش هيقعد في المكان ده. طبعا الدوله اخذت فعلا النهج السليم بربط سيناء بالوادي والدلتا في السنوات الماضيه من خلال اكثر من وسيله ربط، زي نفقين في بورسعيد اسفل القناه، نفقين في الاسماعيليه ايضا اسفل القناه، ونفق آخر في محافظة السويس موازي أو قريب من نفق الشهيد أحمد حمدي القديم. مع تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي القديم أصبح النهاردة بنتكلم في 6 أنفاق تربط سيناء بالضفة الغربية أو محافظات القناة وطبعا شرق الدلتا. الأنفاق دي النهاردة بنتكلم في 6 أنفاق
كنا عايشين 30 سنة على نفق واحد اللي هو نفق الشهيد أحمد حمدي القديم، النهاردة بقوا 6. أيضا عندنا الكوبري، كوبري السلام اللي هو في مدينة الأنطرة، النهاردة بنتكلم في كوبري الفردان للسكة الحديد، إن شاء الله هيكتمل وهيبقى مزدوج، وأول ما يكتمل هيتعمل عليه خط السكة حديد جديد ومزدوج. ده بنتكلم على كباري عائمة، هناك كباري عائمة موجودة على القناة في بورسعيد، وفي يعني في وسائل ربط كتير جدا جدا بين سيناء وبين مدن القناة. نعم. هذه الوسائل طبعا يعني قادت بشكل نقول جزئي يمكن يقترب من نسبة 100% على المعديات التقليدية الغير حضارية الخطرة اللي كانت مستخدمة زمان، بالإضافة طبعا لنفق الشهيد أحمد حمدي القديم. النهاردة الدولة بعد ما انتهينا من موضوع ربط سيناء مع مدن القناة، دخلنا بقى في فكرة بقى احنا أعلى من كده شوية، احنا عاوزين نحط بقى خط سكة حديد. فكرة خط سكة حديد مع الأنفاق اللي اتكلمنا عنها، مع هذه الأنفاق أيضا مرتبطة بمحاور طرق بتوصلنا لجميع أجزاء سيناء، وشفنا طبعا طريق شرم الشيخ الجديد، وشفنا كم التطوير اللي حصل في الطرق في جنوب سيناء خصوصا. النهاردة بنتكلم على خط سكة حديد في شمال سيناء. وجود خط السكة الحديد ده وحركة التبادل التجاري من مصر إلى الدول شرق الجمهورية، وأيضا حركة السياحة في هذه المنطقة، احنا كده بنقول للعالم كله ان سيناء ما فيش فيها ارهاب. صحيح، احنا مقتنعين. لا اقول ده الحقيقة، احنا مقتنعين، ده بيتناسب كمان مع توجهات الدولة المصرية بشكل عام، بمعنى احنا مش بنتطلع ان احنا نخطو خطوة واحدة او خطوتين، احنا عايزين نعمل انطلاقة ترقى الى التطلع للجمهورية الجديدة. وده طبعا بيحتاج ان يحصل طفرة خاصة في هذا المجال اللي بنخصه بالمتابعة والاهتمام. نتحدث عن مصر كمركز للتجارة العالمية واللوجستيات، ويمكن من الحاجات اللي حاضرة بقوة في هذا المشهد في هذه المرحلة هي تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر. ايه التطلعات والخطط الموضوعة بالنسبة لها ايضا؟ مدام بنتكلم عن النقل بشكل عام، النقل البحري. هو سيادتك تخص بالذكر النقل البحري. هو قطاع النقل البحري هو قطاع رئيسي واساسي من قطاعات النقل بشكل عام. احنا اتكلمنا على النقل البري كتير وادينا له حقه واكتر من كده، انما قطاع النقل البحري ده لا يقل اهميه، لان صحيح. النقل البحري ده اللي بيتم فيه نقل التجاره، الحاويات والحاجات الكبيره والتقيله كلها بتتنقل من خلال النقل البحري. الموانئ المصريه بالكامل بتشهد تطور وطفره ايضا هائله. ارصفه جديده بتقام، محطات حاويات كبيره بتقام في جميع الموانئ المصريه، حواجز امواج متطوره بتقام. والجديد كمان دلوقتي ان احنا بنتكلم على، سيادتك سمعت عن ميناء الاسكندريه الكبير. ميناء الاسكندريه الكبير دلوقتي اللي بيضم ميناء الاسكندريه وميناء الدخيله وميناء الماكس تحت الانشاء بينهم، والثلاث موانئ مع بعض هيسمى ميناء الاسكندريه الكبير. هذا الميناء بالفعل يوجد به محطات حاويات عملاقه تم انشائها وتشغيلها، مش بنتكلم على حاجه برضو لسه في الدراسات، ده حاجات بالفعل تم انشائها وتشغيلها. هذه المحطه تستقبل اكبر السفن العملاقه اللي موجوده في العالم، تستطيع خدمه هذه السفن. الموانئ دي احنا بننتظر منها المزيد من التطور والمزيد. خلينا نقول ان الموانئ البحريه دي تعتبر قاطره الاقتصاد. لو استفدنا بشكل كبير من تجارة الترانزيت من خلال هذه الموانئ، أو استفدنا أيضا من استخدام التصدير والاستيراد وإضافة قيمة على السلع اللي بنصدرها أو بنستوردها، ده هيفرق معانا كتير جدا جدا. وخلينا نشوف الهند بتعمل إيه في تجارة الإلكترونيات البسيطة جدا جدا، كسبت منها مليارات الدولارات. إحنا لازم نستخدم الموانئ بتاعتنا بإمكانياتها. مصر لها موقع جغرافي مش موجود في العالم كله، ما فيش دولة ليها شط على البحر الأحمر والبحر المتوسط بالسواحل الكبيرة جدا زي مصر. الموقع المتوسط في العالم، متوسط حركة التجارة في كل الخطوط، موجود في مصر بس. حديثا عن التجارة دكتور، يعني لأي مدى برضو الإجراءات دي والمشروعات اللي بنتكلم عنها وخطوط النقل سواء كان بري أو بحري بتدعم التعاون والتجارة بين مصر والدول المحيطة، خاصة الدول القريبة من طابة، يعني زي ما حضرتك تكلمنا عن الأردن وتكلمنا عن فلسطين، يعني ازاي ده ممكن كمان؟ لأن دوما التيسيرات اللي على صعيد
الربط ونقل وغيرها، ده بيكون عامل مهم جدا للدفع قدما بالعلاقات التجارية بين الدول الشقيقة والصديقة. هو بالنسبة للموانئ المصرية، تأثير الإجراءات والتخفيف على المستثمرين، التوجهات الرئاسية دائما يعني بتصب في هذه النقطة تحديدا، بالإضافة إلى تطوير المكان والبنية التحتية والبنية الفوقية والبنية المعلوماتية للموانئ، التوجهات كمان يعني تطوير الخدمة نفسها وتطوير الإنسان نفسه طبعا، ونقل المواصلات بتبقى عنصر مهم جدا. بنتكلم حقيقة عن بالذات التبادل التجاري، ده في منتهى الأهمية، وربط المواني ببعضها وبأماكن الإنتاج بتاع السلع وأماكن تصدير السلع وأماكن استهلاك السلع، ده شيء في منتهى الأهمية. احنا اتكلمنا عن القطار في شمال سيناء، وقلنا ان هو كمان ايضا، انا ممكن ما قلتهاش، انه كمان هذا القطار اللي جاي من الفردان الأنطرة هيوصل لغاية شرق بورسعيد لخدمة ميناء شرق بورسعيد. أيضا عند ميناء في غرب بورسعيد مخطط إنشاء خط سكة حديد لربط ميناء غرب بورسعيد مع أبو قير في اسكندرية، شرق اسكندرية. هذا الخط لربط ميناء أبو قير مع لربط مدينة أبو قير مع ميناء غرب بورسعيد. بنتكلم على يعني حركة، خلينا نقول طفرة غير طبيعية في قطاع النقل. اتكلمنا على قطاع النقل البحري باختصار، قطاع النقل بالسكك الحديدية، مش عايزين نتكلم بقى على أكتر من كده، قطاع النقل الجماعي صديق للبيئة طبعا، اللي غطت أو هيغطي، علشان كده احنا بنقول منظومة، يعني بنقول منظومة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد الصادق عوف، أستاذ هندسة طرق ومدير مركز استشارات الهندسية، جزيل الشكر. شكرا لك، ألف شكر. وهذا هو خير ختام لقائنا مع حضرتكم النهاردة في من القاهرة. نختتم بهذا الحوار عن تطوير النقل البري والبحري والشحن ودوره بالتأكيد في دعم الاقتصاد المصري بشكل عام، والبعد السياحي أيضا وثيق الصلة بيه. وبالتأكيد لقاءاتنا متكررة من خلال من القاهرة، وفرق عمل أخرى بتتواصل معاكم على شاشة قناة النيل الأخبار في نفس هذا الموعد تقريبا من العاشرة وحتى ما يقارب منتصف ليل القاهرة. بشكر لحضراتكم حسن المتابعة لهذه الحلقة من القاهرة، وألقاكم قريبا بإذن الله. إلى اللقاء.